اللي بذلت هونات اياها السيد رئيس الجمهوريه والحكومه بصفه عامه مهتمه بهاي الساكنه اللي هونات اياها وهذه المواطنين والاهل اللي هون. احنا جايين في اطار التوجيهات اللي عاطي رئيس الجمهوريه والاجراءات اللي قابضها الحكومه من اجل سلامتكم ومن اجل صحتكم ومن اجل صحه اهلكم وبلدكم. هذه الكارثة اللي يواجه العالم اليوم اللي هي هذا مرض الكورونا، هذا مرض البشرية ما عندها له حل. الحل الوحيد اللي فيه اللي قد يساعد فيه هو الحماية، هو الوقاية، والوقاية تتم عن طريق لأن كل حد يحكم رجله ويقعد في بلو ويحترز من الاختلاط ويتم مواصل النظافه لايديه ومتنقب ومتباعد هو والناس وكلها يهنف اسرته ويحافظ عليها ويحسسها على ان الخطر ما عندنا لو يكون مولانا يوقينا منه. هذه الدول العظمى اللي تملك شيء قد عندها قد من الاطباء ومن المستشفيات قدر عندنا احنا من الرواقيش، قدر عندنا احنا هاي 4 ملايين عندنا احنا، عندهم هم قدها من الاطباء وعندها قد ذاك المستشفيات والتجهيزات والدواء هي تخلى بالالاف. هذا جايين في ذا الاطار وفي اطار توجيهات رئيس الجمهوريه والاجراءات اللي قابضها الحكومه من اجل ان نطلعوا على الوضعيه اللي انتم فيها ونكثفوا النشاطات الأمنية باش تنقلق الحدود وباش ما يجيكم حد. إذا كل حد يعس على نفسه وأسرته وأهله ويحسسهم ويطلب مولانا العافية، وأخوته وجيرانه يسوى في المدينة ويسوى في الدشرة ويسوى هذه الحدود الثانية يقول لهم تلفون بيننا رعت فيه مشكلة أهل والله أحباب يا غير الكراع واللانة والقطيع ما يخالك هذا، وانتم هم اللي لا تعدلوا شورهم لأنه هو اليوم ما معروف يا كانوا هون والله. إذا مدة التقى مولانا في روسها وفي عيالها وفي بلدها ما تجرلوا وتعود الناس. احنا ذي السلطات الهونات سواء السلطات الإدارية أو السلطات الأمنية عندها انها لا هي تحاول تقفل هذه الحدود غير انها تقدر تقفلهم لا منين يعودوا اهل المنطقه مساعدين. الشيء شافوه والله سمعوا به والله بليده شافوا قد حد يؤخذ منها يبلغوا بها يبلغوا بها. هذا هو باش يحموا روسهم ويحموا عيالهم ويحموا بلدهم، هذا هو المطلوب. وذي الاجراءات حد فرط فيها يعرف انه فرط انه قاتل نفسي وقاتل الناس الثانية دي، هذا يفهمه ورقاج يطبق هذه الإجراءات في نفسه ويعودونا عينين ويعودونا وذنين باش نقدوا نحبو نحموكم أولا ونحمو بلدنا. هذه هي الرسالة اللي جايين بها وهي التوجيهات العاطية رئيس الجمهورية وعاطية الحكومة، والناس ما ترقد فيها ولا تستراح من أجل الحفاظ على أمنكم وسلامتكم وصحتكم. هذا من يارلتكم تساهموا فيه، عرفوا أننا ما نقدوا نعدلوا شيء يكون مساعدتكم، ساعدونا نحموكم.